طيب معنا. وصلنا للبرواز، البرواز طبعا نختار صورة كل أسبوع، نختار صورة من الصور، قد تكون هذه الصورة تغريدة أو أيا تكن لكنها صورة في برواز. نشوف صورتنا لهذا الأسبوع. هي رسم كاريكاتيري له دلالة، وش الدلالة؟ شوف الدلالة طبعا في الأدبيات عندنا يقول من علمني حرفا صرت له عبدا. طبعا جماعتنا السلفيين تحسسوا من كلمة عبد فغيروها، من علمني حرفا ازددت له ودا. طبعا أحمد شوقي الشاعر الكبير أيضا يقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. رد عليه إبراهيم طوقان وقال شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولة، يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلة. هذا كلام إبراهيم طوقان. حنا جبنا الصورة دي فعلا، أنا من هالمنبر أدعو لكل من درسنا وكل من علمنا وتعب علينا، والله الجندي الخفي هو المعلم. ومع الأسف إن شاء الله يوم نطرح موضوع الاستهتار والاعتداءات على المعلمين وكذا، وعدم تقدير المعلم وعدم وهيبة المعلم وعاية المعلم، ترى المعلم في الأخير، وأنا جربت 4 سنين، المعلم في الأخير مجتهد قد يخطي زيه زي غيره، لكن لو لاحظت الرسمة كيف معبر أنهم حاطين أكتافهم عشان يصعد. أنت طلعت مين معلم؟ أنا طلعت يا أخي، أنا عجبني والله مستشار هيلموت كول مستشار ألمانيا، مرة القضاة رفعوا له معروض يبون يرفعون رواتبهم زي ما رفع للمدرسين، قال ويحكم كيف أوازيكم بمن علمكم، كيف أوازيكم بمن القضاة، قال أنت من علمكم كيف أوازيكم بمن علمكم. هذا الكلام الحقيقي. المفترض المعلم يكون الأقوى راتب والأفضل بيئة والأكثر احترام بين الناس، لأنه هذا هو المصنع. يطلع المهندس، يطلع المذيع، يطلع الميكانيكي، يطلع الوزير، تعال شوف الوزراء كلهم هذا مين طلعهم؟ طلعهم المعلم. لذلك أنا أتمنى أننا نرجع هيبة المعلم، سواء كان باحترامنا الشخصي له أو أيضا بتقدير الدولة له. يعني إحنا صرنا ما نبي مثل ما قال شوقي قم للمعلم وفي نعم. التبجيل، على أقل تقدير يحترم المعلم، المعلم يقدر يكون له هيبة. يعني والله أبو سفيان مؤلم القصص اللي نشوفها، صحيح صحيح، اعتداءات على معلمين، عدم تقدير المعلمين، والله يعني مؤلم واقع. والله مع الأسف مؤلم. أنا أتذكر واحدة مصرية خطبها معلم، فقالت هو بيشتغل ايه بالمناسبه؟ قالوا لها مدرس، قالت برضو الشغل مش عيب، يعني عبدته من المهن المتواضعه. والله انا من اعظم المهن معلم. تحيه لكل اول معلم الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وتحيه من يا هلا بالعرفج، اجلال وتقدير ومحبه واحترام ووفاء لمعلمينا اللي علمونا ولكل من مهنته معلم. الله يوفقهم. اي والله آمين. كل معلم، الله يوفق كل معلم في الدنيا. اللهم امين.